السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي لي غوسيت دو كاميليا. اليوم غادي نوجد معكم بريوش ديال الرخامة جلديدة جديدة بزاف وسهلة في التحضير ديالها. تتجي بحال القطن، خفيفة بزاف ومحشية بالشوكولا. نتمنى تحضروها ونخليكم مع المكونات والمراحل ديال الوصفة. لتحضير البريوش ديالنا غيخصنا تقريبا 700 غرام ديال الدقيق الابيض خاص بالحلويات، بيضه وحده، جوج معلقات كبار ديال الزيت النباتيه، معلقه كبيره عامره ديال الخميره ديال الخبز، 150 ملل ديال الماء يكون دافي، 150 ملل ديال الحليب يكون دافي، 70 غرام ديال الزبده، 100 غرام ديال السكر، كيس ديال الكاكاو ديال 7 غرام، كيس ديال الخميره ديال 8 غرام، جوج اكياس ديال الفانيلا، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال الخل. في اناء غادي نديروا الماء الدافي، ثم الحليب، ثم الخميره، ثم الزيت. غادي نحركوا جميع هذه المكونات، ثم غادي نضيفوا السكر سنيده، نحركوا مزيان باش نحاولوا نذوبوا هذاك السكر. ثم غادي نزيدوا الاكياس ديال الفانيلا، الكيس ديال الخميره، غادي نضيفوا البيضه، نحركوا مزيان جميع هذه المكونات. ثم غادي نضيف معلقه صغيره ديال الملح ومعلقه كبيره ديال الخل الابيض، وغادي نضيف الدقيق خاص بالحلويات، غادي نضيف تدريجيا الدقيق على ثلاثه الدفعات بحال هكا حتى تتولي العجين ديالنا تتجمع، تتولي شويه تتلصق، تبقى شويه تتلصق ما بين اليدين. غادي نضيفوا فوق منها الزبده بحال هكا. يمكن لكم ديروا هذه العمليه بالغوبو الا عندكم الغوبو. صافي، من بعد غادي نقسم العجين ديالي، تناخذ واحد الثلث ديال العجين، غادي نزيد ما تبقى ديال العجين، وهادي نشدو الساشي ديالنا اولا الكيس ديال الكاكاو، نزيدو فيه شويه ديال الماء ونخدموه مع هذيك العجينه اللي قسمنا. صافي، حيت تتندمج لينا مزيان تنزيتوها وتنغطيو العجين ونخليوها تخمر على الاقل ساعه بالمكانه حيت تيضاعف الحجم ديالها بحال هكا. تنحيدو منها هذاك الريح اللي تيكون فيها، وهادي نقسموها على كويرات، ونحاول يكون عندي نفس العدد ديال الكويرات. الكويرات ديال الكاكاو تيكونوا صغار على الكويرات ديال العجين الابيض. صافي، انايا هنايا خديت واحد المولي تيتحل من شناب، درت له بابيي كويسون في الداخل ديالو وزيته، درت له شويه ديال الدقيق. غادي نسرح العجين البيضاء ونعاود ندير فوق منها العجين ديال الشوكولا، ونحاولوا نديروا واحد الكاريه بحال هكا. هذه نديروا فوق منها شويه ديال الشوكولا، نتنيو بحال هكا ونقطعوا بموس اولا بهذا ديال البيتزا، ديكوب بيتزا، نسرح بحال هكا وندير الشكل ديال القطيره بحال هكا. ندير واحد زلافه في القاع ديال المول، والوسطانيه العجين الوسطانيه غادي نديرها كشكل حلزوني بحال هكا. صافي، تنحيدوا ديك الزلافه اللي درنا في الوسط وتنحطوا الحلزون ديالنا. من بعد غادي نزيتوا البريوش ديالنا وغادي نغطيوها ونخليوها عاوتاني تخمر واحد نص ساعه حتى الحجم ديالها يتضاعف. من بعد غادي نخدمو واحد البيضه مع معلقه صغيره ديال نسكافيه، وغادي ندهنو البريوش ديالنا. غادي نسخنو الفران ديالنا على 160 درجه، درجه تتكون ما سخوناش بزاف باش البريوش ديالنا طيب على خاطر خاطرها. غير تتحمر تنخرجوها وتندهنوها بشويه ديال الناباج، اللي ما عندوش ناباج يمكن له يستعمل العسل اولا الكونفيتور. صافي، هالبريوش ديالنا وجدات، تتجي رائعه بحال الرخامه حيت تقطعوها من الداخل،
ومحشية بالشوكولاتة، تجي خفيفة اسفنجية. نتمنى تحضروها ونقول لكم الى وصفة مقبلة. ما تنساوش تدعموني بلي لايك لي بارتاج ولي زابونمون، وضغطوا على الجرس باش تصيبوا الجديد. الى اللقاء.